السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ترند البرنس، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستريهات أبو جبل اللي بيستعرض فيها لياقته البدنية وبيقدم رسالة قوية جدا 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 لأي حد كان بيتهمه بالفشل أو أنه مش الحارس مرمى الأول في مصر أو المنتخب زي الشناوي، لأن الناس كتير كانت بتقلل من قدراته، وبيقدم رسالة قوية جدا، رسالة قوية جدا للجهاز الفني بتاع نادي الزمالك ده على ما اعتقد، لان هم كانوا بيشككوا فيه وطبعا مش حابين يجددوا العقد بتاعه. طبعا حابة اعرف رأيكم في الفيديو، تقدموا وتوجهوا كلمة لأبو جبل، ولا تنسوا الاشتراك لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.